15 عاماً من الغياب، ولكن صورته وصوته لم يغيبا عن أذهان محبيه. فملك البوب لم يكن شخصاً عادياً، بل كان شخصاً فريداً بمسيرة تشبهه تماماً. مايكل جاكسون الذي غادر عالمنا في مثل هذا اليوم قبل 15 عاماً، وهو من سيطر على قوائم موسيقى البوب لسنوات عدة، وعلى مدار مسيرة شهرته التي بدأت عام 1966 بانضمامه إلى فرقة البوب الخاصة بإخوته The Jackson Five، وحتى وفاته في 25 من يونيو 2009. واصل ملك البوب الصعود على سلم النجاح، وكتب اسمه مرات عدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ كرم عام 2006 باعتباره أول فنان يصل رسمياً إلى أكثر من 100 مليون ألبوم مباع خارج الولايات المتحدة الأمريكية عبر 6 ألبومات تم إصدارها من عام 1979 وحتى 2001. أما عن تفاصيل اليوم الأخير وأسباب الموت، فقال طبيبه إن الأدوية المختلفة من زجاجات وقوارير وحقن كانت متناثرة في كل مكان بغرفة نومه، فالنجم الشهير لم يكن قادراً على النوم لسنوات دون الاستعانة بالمهدئات. وفي الساعات الأولى من يوم 25 من يونيو أعطاه الطبيب مجموعة من الأدوية المهدئة لمساعدته على النوم، ولكن دون جدوى. وفجأة توقف جاكسون عن التنفس ونقل إلى المستشفى. كان شاحباً وهزيلاً لدرجة أن المسعفين لم يتعرفوا عليه عندما وصل. وبعد وصوله للمستشفى بساعة وثلاث عشرة دقيقة أعلن الأطباء وفاته. لكن رغم موته المثير للجدل الذي أتى متمماً لحياة كانت كذلك أيضاً، يبقى ملك البوب شخصاً أسر الملايين بإبداعه العالي أداءً وإيقاعاً ورقصاً، ولا يمكن لأحد إنكار عظمة موسيقاه.